يعني كل النادي كل جماهير النادي الاهلي النهارده بتتكلم في انه خدنا الكاس، يلا نبص على سوبر افريقيا. وبمناسبه سوبر افريقيا الحقيقه يمكن كان في تضارب كبير جدا فيما يتعلق بمكان اقامه المباراه وميعاد اقامه المباراه. طبعا الاتحاد الافريقي بشكل رسمي حسب ما تم اختار اتحاد الكره المصري انه هيتلعب في مصر، يعني دي نقطه ومن اول السطر، على الرغم من تاكيدات مسؤول نهضه بركان لغايه النهارده ان هم رافضين او عندهم رفض للعب مباراه السوبر الافريقي امام نادي الاهلي على ارض مصريه. حتى اللحظه المسؤولين في اللجنه الخماسيه في اتحاد الكره يعني في حاله انتظار وصول خطاب من الاتحاد الافريقي النهارده ان شاء الله عشان يتم تحديد الموعد الجديد لمباراة السوبر اللي هتجمع بين الاهلي ونهضة بركان المغربي بعد ما اتأجلت. كانت مفترض في البداية طبعا من بداية يعني من اواخر الشهر اللي فات واحنا عارفين الماتش ده كان هيتلعب يوم 10، لكن بعد كده كان في انباء عن تأجيله وكان في توصيات من المكتب التنفيذي انها ان الماتش ده ان شاء الله يتلعب يوم 18، وما زالت حتى اللحظة اللي بنتكلم حضراتكم فيها مجرد توصيات، يعني من الوارد ان الماتش ما يتلعبش يوم 18 ومن الوارد ايضا انه يتم اقرار او تحديد ميعاد 18 ديسمبر عشان يكون موعد للقاء السوبر الافريقي. كتابي الحسين المتحدث الرسمي باسم نهضه بركان قال الحقيقه انه زي ما قلت يعني فيما يتعلق بموقف النادي من مواجهه النادي الاهلي في مصر في السوبر الافريقي، اكد الحقيقه في تصريحات تلفزيونيه ان هم او انه النادي يعني بيرفض نهائيا مواجهه النادي الاهلي في مصر، وابلغ بشكل رسمي موقف النادي الرافض للنهائي الافريقي على ارض مصريه للكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم، وقال كمان ان احنا عندنا رغبه في ان احنا نلعب على ارض محايده، ولغايه اللحظه دي لم يتم اختارنا او ابلاغنا من الكاف بموعد المباراه بشكل رسمي. طيب خليني اروح معاك للبلجيكي كيفن دي بروين، طبعا لاعب وسط مانشستر سيتي واللي حقق رقم مميز امبارح خلال فوز فريقه بهدفين نظيفين على فولم في الجوله ال11 من الدوري الانجليزي الممتاز. دي بروين نجح ان هو يصنع هدف لرحيم ستيرلينج وان هو يحرز هدف ثاني من ركله جزاء. طبعا هو تشيلسي هو دلوقتي مؤقتا متصدر البريمير ليج. هو بريمير ليج السنه دي ملخبط زي ظروف كل حاجه، يعني ما اعتقدش انه الرؤيه هتتضح في مين الفرق اللي هتنافس على البريمير ليج السنه دي. ليفربول عنده فرصته، تشيلسي بيقدم موسم كويس، وارسنال بيقدم، ومانشستر سيتي حاضر حتى وان كان غائب، وارسنال ايضا من الفرق المرشحه للدخول في المنافسه بقوه. وهنتابع النهارده اعتقد كمان ليفربول هيلعب النهارده مع الولفز في مباراة أعتقد هيتابعها كتير من جماهير محمد صلاح وليفربول. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة تانية.